Translation is an art, not a science. Translation is an art, not a science. يعني الترجمة فن مش علم. يعني مش انت تبقى مش حفظ كلمات وبس، أهم حاجة تديني sentence has a sense، جملة لها معنى، لها طعم، تيست، تديني معنى. ممكن تبقى عارف كل الكلمات مش عارف توصل المعنى، ممكن من كلمتين ثلاثة أربعة تعرف تعمل جملة لها سياق معنى meaningful sentence. تعالوا كده مع بعض نشوف هنعمل إيه في الترجمة. Translate into Arabic. Many people misunderstand the true meaning of freedom. ترجم. Freedom doesn't mean that we have the right to do just as we like. We must respect the freedom of others. تعالوا كده مع بعض نشوف جاي ازاي. Many people misunderstand. Understand يفهم. Misunderstand you see الفهم. مش فاهم كويس. لا يميل فن الفهم. طيب يبقى نقول ايه؟ كثير من الناس تسيء الفهم. في اللغة العربية من الأفضل إن أنت تبدأ بالفعل. يبقى تقول إيه؟ يسيء فهم كثير من الناس. خلاص كده؟ في اللغة العربية تبدأ بالفعل. طيب يسيء فهم كثير من الناس the true meaning المعنى الحقيقي of freedom للحرية. يبقى كثير من الناس يسيء فهم أو يسيء فهم كثير من الناس المعنى الحقيقي للحرية. Freedom doesn't mean that. فالحرية لا تعني أن إيه بقى؟ We have the right أن يكون لدينا الحق، أن يكون عندنا الحق to do just as we like، أن نفعل ما نشاء، ما نحب، ما نرضى. تبقى فالحرية لا تعني أن تفعل ما تشاء أو ما ترضى أو يكون لك. هنا كلمة right، right دي لها كذا معنى. كلمة left، كلمة right، يمين. Have the right، right يعني إيه right؟ يعني الحق. Human rights، حقوق الإنسان. طيب to do as we like، أن يكون لك الحق أن أنت تفعل ما أنت عايزه. لا، الحرية. لكن we must respect. Respect يعني نحترم. يجب علينا أن نحترم. يجب أن نحترم the freedom of others، حرية الآخرين. قولها بسرعة. يسيب فهم كثير من الناس المعنى الحقيقي للحرية. فالحرية لا تعني أن يكون لدينا الحق أن نفعل ما نحب أو ما نشاء. We must respect، بل يجب علينا أن نحترم حرية الآخرين. حرية الآخرين. مين اللي هو سؤال مهم جدا. هل الترجمة من اللغة الإنجليزية للعربية أسهل ولا من اللغة العربية للإنجليش أسهل؟ معظم الطلبة بتقول لي إن الترجمة من اللغة العربية للإنجليزي أصعب بكتير. أنا بقول لك العكس تماما. في اللغة العربية أنت عندك أوبشن، أوبشنز، عندك اختيارات. إن أنت أي كلمة تجيب لها مرادف والسهل اللي عندك هتقوله. لكن في الإنجليش لا، هي أصلا الكلمة موجودة، ما عندكش أوبشن غير إن أنت إيه تستنبط، جاست تو جس، تخمن الكلمات اللي إيه الصعبة. لكن بس لازم تكون قوي في اللغة العربية، عارف الكلمة دي مرادفاتها. يعني مثلا تساهم معناها تشارك، معناها تساعد. الكلمة نفسها تبقى عارف إن ليها مرادفات كتير. شوف السهل اليوم كيف تساهم وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام نحو أهمية الثقافة والعلم في تطوير أي أمة لذلك. لذلك يجب أن نلتزم بالمعايير الصحية والأخبار والتحليلات الصادقة. طيب تساهم، شايف اللغة العربية تبدأ بالفعل، أنت في الإنجليزي هتبدأ بالاسم. تساهم وسائل الإعلام في توجيه الرأي العام نحو أهمية الثقافة والعلم. تعال نبدأ وسائل الإعلام يعني إيه؟ هبدأ بوسائل الإعلام، هي من اللي بتساهم. وسائل الإعلام يعني means of
ميديا means of information. في حاجة اسمها معلومات؟ اه، لأن كلمة Ministry of Information وزارة الإعلام. فاهمة؟ لو بقى ما تقولش means of social media، لا، هنا وسائل، دي وسائل التواصل. طيب يبقى means، ليه كلمة means يا مستر؟ كلمة means كلمة استثنائية، هي وكلمة news، ما عندكش غير كلمتين دول في تالتة ثانوي. news أخبار وملهاش مفرد. لو قلت شلت الاس تبقى نيو جديد. ونيوز اخبار بتتعمل مفرد، نيوز از. وكلمه مينز وسائل، مينز از. الاثنين دول تاخد بالك منهم قوي. مينز اوف ميديا وسائل الاعلام، مينز اوف انفورميشن. كلمه تساهم، تساهم يعني تيك بارت، هيلب، كونتريبيوت، كل دي تساهم. سبورت، تساهم وتسالم. شوف كام حاجه. طيب يبقى نقول ايه؟ means of media takes part، لان احنا قلنا means مفرد. means of media takes part، بتشارك في توجيه الرأي العام. في توجيه، ممكن اقول guide، ممكن اقول direct، ممكن اقول ايه؟ point to، توجه او تشير الى. خلينا في كلمة ايه؟ direct. طيب يبقى means of media takes part to direct الرأي العام، public opinion، public opinion الرأي العام. سهلة نحو أهمية الثقافة. نحو يعني towards، to، إلى. أهمية يعني ما تقولش important، importance of الثقافة والعلم. ساينس العلم، وكالتشر الثقافه. تنفع سيفيلايزيشن الحضاره، تنفع نولج المعرفه. شوف انا بقول لك عرفت الترجمه في اللغه العربيه اسهل بكتير. ليه؟ لان في عندك اوبشنز كتير. في تطوير اي امه، في تطوير هنا تو ديفلوب، تو جرو، تو امبروف، احسن. تمام؟ طيب يبقى تو ديفلوب او امبروف او دي أو إيه؟ أو تو هيلب أي أمة، أي كونتري، أي نيشن، أي سوسايتي، أي مجتمع أو أمة أو دولة، كله يمشي. لذلك يعني سو ذات، ذير فور لذلك. عشان ما تدخلش نفسك في قاعدة سو ذات وبعد كده وي كان أو وي كود. سو ذات يجب أن نلتزم. وي شود، في كلمة نلتزم يعني نتمسك، وي ستيك تو نلتزم يعني كوميت. وي شود فولو، نتبع. اسهل واحده فيهم وي شود فولو، نلتزم او نتبع بالمعايير الصحيحه والاخبار وتحليلات صدر. تيجي بقى كلمه معايير. انت عندك كلمه معايير في ثالثه ثانوي، في كلمتين. كلمه ميجر يقيس، ميجرمنتس مقاييس او معايير. في كلمه كرايتيريون، ودي الصعبه، جمع كرايتيريا، جمع بين ايه؟ زي فينومينون، فينومينا. الكلمات دي عندك تاخد بالك منها جدا. طيب يبقى تو فولو ذا كرايتيريون ولا كرايتيريا؟ كرايتيريا او ذا ميجرمنتس، المقاييس الصحيحه والاخبار والتحليلات. ما دام قلت بالمعايير الصحيحه يبقى هتجيب لي ايه بقى؟ الصحيحه ان هو هي كوريكت او رايت او جود قبل كلمه كرايتيريون. ويز ذا رايت كرايتيريا، المعايير الصحيحه. ذا رايت ميجرمنتس، المقاييس الصحيحه. والاخبار والتحليلات الصادقه. كلمه الصادقه يعني ترو، يعني سنسير، يعني فيثفول، يعني جود. برضه تمشي جود. التحليلات هنا ممكن تقول ريبورت استقرية، ممكن تقول عارف كلمه انالايز، محلل، اناليسيس، تحليل. بتشيل الاي اس وتحط الاي اس في اللفه تبقى اناليسيز، بتضبط الكلمات اللي عندك، تاخد بالك منها نطقا وايه وكتابة. يبقى ذا ترو اناليسيز اند نيوز، الاخبار والايه والتحليلات الصحيحه. تمام؟ اقولها كده بسرعه. يبقى means of media takes part to direct the public opinion
towards or to the importance of science and culture to develop any nation, any country. Therefore, we should follow, stick to the right measurement of criteria and true analysis and news. تمام؟ ودي ترجمة ناخد بالنا منها حلوة خالص. كل ما ترجم أكتر تاخد بالك أكتر من الكلام اللي بتقول. برهنشة النهاردة سبتها هي والباراجراف أو الإيسي، إنها طويلة جدا، هنخليها إن شاء الله في فيديو جديد. يبقى كده إحنا عملنا كفرنج، تغطية شاملة كومبرهنسيف، شاملة لمين؟ لأهم الكلمات والتعبيرات في الفوكس والديفينيشن. وخدنا تيست يعتبر شبه كامل على 16 جملة اختياري، 8 فوكابلر و8 جرامر. وخدنا ترجمة انجلش ترجمة عربي. تلو ميتا جيم سي جود باي، جاست انجوي يور تايم. تالتة ثانوي، تابع كومنت تحت الفيديو في الكومنتس، اسأل اي سؤال وان شاء الله ارد عليك. جود باي، جود لك، السلام عليكم.